لي في تنارود تقريبا جيت في بداية 2018 شهر واحد ممكن. السبب اللي خلاني اني نجي ونستمر للمكان ونجي ديما ان الانشطه اللي فيه في دنفيه واجد، كيف الحفلات الموسيقيه ولا العروض السينمائيه ومناقشه الكتب، يعني يزيد فيه نثقف من روحي اكثر ونطلع على الحاجات اكثر واكثر. اليوم بدينا نعود في نشاطاتنا الثقافية بعد فترة إغلاق طويلة نتيجة جائحة كورونا وإجراءات الغلق اللي اتخذتها السلطات في مدينة بنغازي. اليوم نحن فرحانين يعني بحكم أن نحن عندنا مناسبتين، هي الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس تنارود، تأسس في عام 2015 في ذروة الحرب في بنغازي، وفي نفس الوقت الإعلان على عودة النشاطات الثقافية والفنية الخاصة بتجمع تنارود. تنارود ميزته كمركز ثقافي يكبر كل سنة، يكبر مش بس في حجمه أو في مكانه أو في عدد أعضائه، لا يكبر بأنشطته، بقاعدته الشعبية في المجتمع، يكبر بأفكاره، يكبر ب نوع الأنشطة، ديما عندنا في تجدد في نوع الأنشطة. مع نفسه يعني أنا متخيل سنة تنارود مستقبلا حيكون من أكبر المؤسسات الثقافية في والفنية في ليبيا، واللي حيكون يعني من أبرز الوجوه المشرفة اللي تمثل ليبيا في مناسبات ثقافية وفنية عالمية.